الكريم ونتحول سريعا إلى الإسكندرية، حيث أجرت لنا الزميلة بسمة محمود هذا اللقاء مع محافظ الإسكندرية هاني المسيري، الذي قال إن المحافظة ستنظم احتفالات بقناة السويس الجديدة لن تنافسها فيها أي محافظة أخرى، كاشفا أن دخول جميع الشواطئ سيكون بالمجان للمواطنين يوم الاحتفال. هنا ومن الأسكندرية عروس البحر المتوسط، والتي ستحظى بإفادة كبيرة من بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، معنا الآن السيد هاني المسيري محافظ الأسكندرية ليطلعنا على أهم الاستعدادات التي تقوم بها المحافظة في الاحتفال بتلك اليوم الهام في تاريخ مصر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بكم جميعا ومرحبا بكم في المجلس المحلي. احنا ده مكانهم الحقيقة، احنا مستعملينه مؤقتا كده. أهلا وسهلا. الحقيقة احنا هنعمل حاجات ما اعتقدش ان اي محافظة هتقدر تنافسنا فيها بوجود البحر المتوسط. فاتفقنا مع جميع من البحرية، قطع بحرية يعني هتنزل تساعدنا في الاحتفال. اتفقنا مع نوادي بحرية في الشراع ما بين الأكاديمية البحرية ونادي اليخت، هتنزل شراع مراكب شراع كثيرة في السباقات في البناء الشرقي نفسه. في هيبقى في احتفالات بالجاتسكي، فالبحر هياخد جزء كبير طبعا بما ان احنا نتمتع بوجود البحر، وهينتقل احنا عاملين في وسط الاسكندريه وفي اخر الاسكندريه، فالقلعه هيكون فيها احتفالات فنون شعبيه، هيكون فيها طبعا التنوره عايزين نخلي الاولاد يفرحوا برضه، فهنعمل نشاطات للاطفال وهنجيب فرق من شباب الرياضه تيجي تعمل احتفاليه، احنا محتاجين الناس تفرح. فالشاشات هتشتغل طبعا على مستوى اسكندرية كلها، بتنقل لنا صورة حية من اللي بيحصل في قناة السويس، بالإضافة ان احنا وجودنا نفسنا جايبين بقى فرق مختلفة من الشباب والرياضة ومن الرياضات البحرية ومن البنات الصغيرين اللي بيعملوا احتفاليات ومسابقات رقص شرقي او رقص هندي او وهنحركهم كتير، وفي موسيقى عسكرية هتجوب بالترام وعند الجندي المجهول، فهنشوف حقيقة يعني حاجات جميلة تسعد المواطن السكندري. اليوم يا فندم هيبتدي امتى بالظبط؟ لازم اقول حاجة مهمة، احنا قررنا الحقيقة ان اليوم ده هيكون الدخول مجانا لكل الشواطئ مجانا، فدي حاجة انا بس احب اقول الاسكندرية حاجة حصرية الحقيقة، وكمان ارحب بضيوف اسكندرية اقول لهم يعني ده احتفاليا بحاجة حدث الحقيقة مش هيحصل في حياتي تاني ابدا، فنحتاج ان احنا كلنا نحتفل بيه بشكل مختلف. الاحتفالات الميدانية اللي حضرتك ذكرتها منذ قليل هتتم يعني بداية من الساعة كام؟ هو احنا طبعا انا يمكن اكون اناني شوية، احب ان احنا نشتغل برضو يعني نحتفل بس نشتغل، فاحنا هنشتغل الصبح حقيقة كلنا، واتمنى الناس كلها اللي بتروح شغلها واشغالها العادية في المصالح او القطاع الخاص برضو يشتغل، وعلى مثلا الدنيا تخف الشمس شوية هنلاقي يعني الساعة 3-4 تبتدي الاحتفالات تظهر. كلمة تهنئة من حضرتك للشعب المصري بهذا الحدث التاريخي في تاريخ مصر. طبعا هو يعني مفيش كلام، يعني ممكن الكلام يعجز في حاجة زي كده، هو إنجاز بكل المقاييس. أنا الحقيقة رحت مع سيادة الفريق ماميش عزمني ورحت وشفت وكلمت مع الأجانب اللي موجودين بيشتغلوا، هم نفسهم الحقيقة مش مصدقين الإنجاز اللي هم اتحطوا فيه. كل شركة كانت على حدة لغاية ما عملوا تحالف كبير جدا، معظم كركات العالم كانت عندنا، فهم ما كانوش متخيلين الحدث بهذا الشكل، ما كانوش بيروحوا في مراكب سياحية شفتها بعيني اللي هي أنا وإنتي ممكن نركبها ونروح بيها الأقصر وأسوان، تحولت إلى غرف فندقية لهم عشان ما يمشوش عشان ما يطلعوش من الموقع. فالحقيقة حاجة جبارة جدا في كل خطوة فكروا فيها، فأنا عايز أقول لكم إن هو إنجاز ما سبقهوش إنجاز، فأهنيكم وأقول كل سنة طيبين وألف مبروك على حاجة نفخر بيها والعالم كله، هي هدية للعالم فعلا زي سيادة الفريق ما بيقول، وإحدى أهرامات الرئيس السيسي هي إنجاز قناة السويس، ده حلم كان موجود بقاله كتير جدا تحقق، ومش تحقق بس في سنة أولى سنة للسيد الرئيس، وفي إنجاز غير مسبوق في التوقيت. الخير اللي هيجي من وراء قناة السويس مهول اقتصاديا، اللي هتبعه بعد قناة السويس ومرور السفن وعدم انتظارها وتوفير فلوس وزيادة عدد السفن وعمق السفن وحمولات السفن، كمان التنمية بتاعت الإقليم احنا منتظرين، وانا حضرت الحقيقة اجتماعات وانا موجود في الزيارة شركات عملاقة واقفة طابور تستنى عشان تخش تستثمر، فانا يعني ان شاء الله مستقبل واعد لمصر. يعجز التعبير عن وصف أو مشاعر الفرحة والسعادة التي تجوب جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.